في مين؟ مش في الأوعية الدموية يا جماعة. الأوعية الدموية عندها سنسيتيفيتي، حساسية في الجدار بتاعها من بره، مستقبلات أول ما تلاقي حاجة غريبة زي بكتيريا زي دم تبدأ تتقلص تقفل كده. في حالات الدم طبعا عشان توقف النزيف بتعتبر ان الجسم بينزف فتبدا تتقلص. في حالات الالتهابات بتتقلص عشان خاطر تقلل الدم اللي رايح لمين؟ للبكتيريا وكده، وبالتالي تقلل لها السبلاي ده مؤقتا، بعدين بيزيد عشان خاطر تودي لها مين؟ المضادات الحيويه الادويه، عشان بس محدش يقول لي ايه؟ لان هي بتزيد ما بتزيدش، القصه اللي احنا قلناها في الاول والدكتور ده مش عارف حاجه. فالفكرة كلها اللي عايزين نطلع بيها ان الاوعية الدموية دي حساسة، جدارها حساس. خلاص؟ لما هيحصل نزيف هتبدأ تتقلص، التقلص ده لو زاد عن حده او الوقت نفسه لو زاد بيبدأ يحصل ان المخ ما بيستحملش، يحصل اسكيميا. الكلام ده طبعا نقيس عليه مش في الاصابات بس، لما الانوريزم يربشر، لما الاي في ام تربشر، لما يحصل نزيف عادي جدا في عيان عادي ضغطه عالي، كل الكلام ده ممكن يحصل. عشان كده طبعا اول حاجات من اول الحاجات اللي لازم تتعالج في السبر اكونت هيمرج موضوع الاسبازم ده، وتبقى عارف زي اللي احنا ماشيين كده على شعرات. اصل احنا هنعالجها هيزيد النزيف، مش هنعالجها هيحصل انفاركشن. فلازم نلحقها الاول، اول ما تحصل قبل ما تعمل الانفاركشن، لان انا بعد ما يحصل الانفاركشن هيبقى عندي نزيف وجلطه. طب عالج مين؟ هعالج دي هيزيد ده، هعالج ده هيزيد ده، صح؟ فلازم الحقها بدري بدري واعمل الاكسيشن والباند فيزلز وتبدا تشتغل كويس. الاكسيشن للفيزلز عشان ما تقعدش يبقاش فيها تقلص او شد زي الشد العضلي. طيب خلاص احنا في البارينكيمال هيموريج طبعا ده اخر حاجه عارفينه، يعني جوه المخ نفسه سواء نزيف نتيجه، يعني اشهر حاجه طبعا اللي هو عيان ضغطه عالي، وده بيحصل في مين؟ في حوالين الفنتريك، الحاجات اللي احنا قلناها والفراوله اللي قاعده في البيزر فنتريك ده اكتر حته بيحصل فيها، او نتيجه تروما خبطه كونفيوجن تهتكات زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت. في اخر حاجه في الهيموريج مين؟ كلينترا فنتريكولار هيموريج جوه الفنتريك، صح؟ وده غالبا بيبقى امتداد من مين؟ من النزيف الاخير اللي احنا قلناه بتاع العينين، معظم العينين اللي عندهم ضغط. اخر حاجه احنا هنقولها في دقيقتين ان شاء الله، الانفلاماتوري زي الانفلاماتوري اللي قلناه المره اللي فاتت في الاستيرفس، انا مش هزود عليه كلمه تاني. هو خلاص؟ ماشي؟ يا اما من جونتس، يا اما من انجيوكيفاليتس، ماشي؟ يا اما ايه؟ ده البيوجينيك العادي، يا اما ممكن يبقى انواع خاصه زي التي بي. والتبريح احنا قلنا هيبقى زي ايه؟ زي الحلقات كده، عارفين انتوا الكاراتيه اللي بيبقى حلقات صغيره ده، فلما تدي له صبغه هيبقى بالمنظر ده. التي بي في الرنين مهم تعمل له سيكونس مهم جدا، يصعب. ايه السيكونس؟ تي 2 لازم تعمل اي حاجه فيها تي بي او فطريات لازم تعملها تي 2 في الرنين. خلاص؟ اتفقنا؟ انا خلصت كده الكلام. حد عايزين الورقه ارجعها معاكم ولا هترجعوها في البيت؟ المحاضرة الجاية هجيب ورقة في نفس المنظر. حاضر إن شاء الله. الامتحان بتاعك إن شاء الله. عايز ورقة راجع فيها مع بعض، أو قول أنت السؤال الأول. ماشي ماشي. أنا لما أجي لكم في مرة في آخر خالص محاضرة المراجعة إن شاء الله. يلا يا جماعة حد يتكلم عن السؤال الأول. السؤال الأول حتى بالعربي. إيه؟ أجزاء الأجزاء. البوز؟ لا نجيب من فوق. ميد برين بوز برين ستيم وسيربيلا. تمام. البرين ستيم مطلعين منه اسهم كده، قلت ايه؟ الميد برين والبوز والمدلة. بس زي الفل. تمام.
مية مية شاطرين. السؤال اللي بعده. الإجراءات مش محتاجة رقم عشان.